صعد جمهور مسرح قسنطين الجهوي أمس عبر السلم الموسيقي إلى جمهورية المالوف، حيث رحبت بهم سيدة المقام العربي المطربة العراقية فريدة محمد. وغردت الفنانة من فوق الجسور قصائد من التراث الجزائري والشعب العراقي. عدنا سعادة كبيرة، وقد شاهدنا واستمتعنا ثم فرحنا فرحا كبارا بهذا الذي أبدعته السيدة فريدة، سيدة المقام العراقي، بهذه المقامات التي مزجت فيها ما هو في قسنطينة. وراء كل ريم حقيقي تجد القانون، وتجد معه كذلك الأداء الجميل للنوبة الكلاسيكية التي تمثل جسرا يربط بين قسنطينة وتلمسان. نوبة رصد الديل من مدرسة تلمسان، يعني الكلاسيكية الأندلسية التلمسانية، والحمد لله نالت إعجاب الجمهور. وفوق الركح تجد كذلك سليم الفرقاني معانقا آلة العود يؤدي مع الجوق نوبة سيكا. تواجد على جمهور محب الفن المالوف، وحنا إن شاء الله المالوف هذا عليه مليح، هادو الطبعات هادو كل عام طبعه تاع المالوف باش الناس يوالفوا، باسكو هذا هو الفن تاعهم، هذا هو الفن الاصيل اللي يتبعوه. الجمهور الذي سافر عبر رنات المالوف المتنوعه كان له راي في السهره، وكانت هذه السهره اليوم يعني سهره رائعه، خاصه وانه استمتعنا ب احد اعمده المالوف الا وهو ابن الحاج محمد طارق الفرقاني. اللي يقول قسنطينه يقول المالوف، معناتها ما ينفصلوش على بعضهم، وحنا معناتها كانني معناتها نسكن في الخارج كلش، المالوف هذاك عايش معنا، معناتها هو يفكرنا بالبلاد. المهرجان فرصة لعرض الآلات الموسيقية التقليدية المستعملة في هذا اللون وصور مشايخ المالوف، لكنه يدل كذلك بأن مدينة قسطنطين مغرمة بهذا الفن الكلاسيكي.